الحساب التكاملي. التكامل دالة متصلة على مجال. إذن تعريف لتكون إف دالة متصلة على مجال إي وإف دالة الأصلي للدالة إف على المجال إي. إذن هنا ضروري تكون إف متصلة على إي، وإف هي الدالة الأصلية للدالة إف. إذن إف دالة أصلية لإف على المجال إي أو بعنصرين من المجال إي. إذن تكامل الدالة إف من أ إلى ب هو العدد الحقيقي. إذن تكامل إف من أ إلى ب ديال الدالة إف لـ X dx هو إف لـ X AB أي إف لـ B ناقص إف لـ A. إذن في التكامل كنستعملوا لحساب التكامل الدالة الأصلية، يعني هاد الدالة الأصلية هادي f ديال x راه الانشقاق ديالها يساوي f دو x، وبالتالي راه التكامل من a إلى b ديال f لي x dx يساوي التكامل من a إلى b ديال f بريم x dx يساوي f لي b ناقص f لي a. المتغير x يمكن لي نغيره باي متغير اخر. اذا التكامل من a ل b ديال f لي x dx راه يمكن لي نكتبها بشكل التكامل من a ل b ديال f لي t dt، او b كيتسمى حدي التكامل. حدي التكامل. ندوزو الآن للخاصيات. نبداو بالخاصية الأولى. إذا عندنا تكامل من A ل A ديال الدالة F لـ X dx يساوي F لـ A ناقص F لـ A أي يساوي صفر. الحالة الثانية أو الخاصية الثانية، التكامل من A ل B ديال f لي x dx يساوي ناقص تكامل من b ل a. اذا لقلبنا الحدين كنضرب في ناقص واحد ديال f لي x dx. دونك العمليه راه واضحه. دونك الى حسبنا التكامل من a ل b f لي x dx، اذا هو f لي b ناقص f لي a، والتكامل من b ل a f لي x dx هو f لي a ناقص f لي b. بالتالي f لي b ناقص f لي a يساوي ناقص f لي a ناقص f لي b. الخاصية الموالية، عندنا التكامل ديال k وk عدد حقيقي. إذا التكامل من A ل B ديال K F دو X DX، إذا K يمكن لي نخرجها من التكامل. إذا هو K ديال AB تكامل من A ل B ديال F ل X DX. ناخدو شي مثال. تكامل من واحد جوج ديال 3X DX. إذا 3 عدد حقيقي، يمكن لي نكتب التكامل لهذا الشكل. هذا 3 تكامل من 1 ل 2 ديال x dx. الداله الاصليه ديال x هي x كاري على 2، اذا 3 x كاري على 2 من 1 ل 2، وبالتالي 3 x كاري. اذا كنعوضوا 2 اس 2 هي 4 على 2 هي 2 ناقص واحد على اثنان. اذا اثنان اربعة على اثنان يعني ثلاثة على اثنان في ثلاثة تسعة على اثنان. اخر علاقة هي التكامل من a ل b ديال f ل x زائد g ديال x.
إذن التكامل ديال مجموع دالتين. إذن كنكتبو على شكل التكامل ديال الدالة الأولى زائد التكامل ديال الدالة الثانية. إذن ديال التكامل ديال مجموع دالتين يساوي التكامل الدالة الأولى زائد تكامل الدالة الثانية. مثلا التكامل ديال من صفر لواحد ديال إكس زائد إكس أس اثنان. إذن هذا التكامل يمكن نكتبه بشكل تكامل من صفر لواحد ديال إكس دي إكس زائد تكامل من صفر لواحد دي إكس مربع دي إكس. إذن الدالة الأصلية ديال إكس هي إكس مربع على جوج صفر واحد، والدالة الأصلية ديال إكس مربع هي إكس أس ثلاثة على ثلاثة صفر واحد. إذن كنديرو التعويض، واحد أس اثنان هي واحد على جوج، إلا عوضنا صفر كيعطينا صفر. في التعبير الثاني عندنا واحد أس ثلاثة هي واحد، أي واحد على ثلاثة ناقص صفر. إذن بعد توحيد المقامات خمسة على ستة.